من خنشلة نربط الاتصال مباشرة مع ابتسام بجاوي. ابتسام، أين وصلت جهود إخماد النيران المشتعلة؟ إنها الساعة 1:19 ظهرا هنا بمنطقة عين ميمون المعنات أو منطقة الحرائق التي اندلعت هنا بولاية خنشلة، وتحت هذه الحرارة الشديدة ما زالت عناصر الحماية المدنية مدعومة بحراس الغابات من المدير العام للغابات عبر ثلاث مواقد للحريق المتبقية في منطقة عين ميمون قصد إخمادها للعمل على إخمادها، من بين 12 موقد الذي تم إحصاؤهم المتعلقين بهذا الحريق. ومعنا لإعطائنا تفاصيل أكثر المقدم عبد الملك مبرطخ، وهو المدير العام أو مدير الحماية المدنية لولاية خنشلة. ما هي آخر التفاصيل المفيدة التي يمكن أن تفيدنا بها وتفيد المواطنين حول التحكم أو عملية إخماد هذا الحريق المهول؟ نعم، تتواصل عملية الإخماد اليوم الثالث لهذا الحريق المهول الذي اندلع يوم 4 جويلية 2021 بغابات عين ميمون، حيث سخرت الحماية المدنية عدة وسائل معتبرة للقضاء على هذا الحريق، من بين هذه الوسائل مئات الشاحنات الإطفاء وكذلك مروحيتان للإطفاء سخرهما المدير العام بناء على طلب من السيد والي الولاية. كذلك هناك خلية أزمة تعمل ليل نهار لمتابعة تطورات الوضع في الولاية، خاصة بعد تسجيل تهديد لعائلات من طرف تهديد عائلات من الحريق، وخوفا من على حياتهم تم إجلاء حوالي 24 عائلة، حيث تم إجلاؤهم ووضعهم في مواقع آمنة وهم بخير والحمد لله.